إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من منطقة عين دياب. بلا شك العديد من البيضاويين المغاربة عامة ولكن البيضاويين خاصة كيتذكروا الغابة ديال سنديباد، الغابة ديال سنديباد، سنديباد اللي أسطورة من الأساطير اللي تحكوا عليها أجيال وأجيال، يعني أجيال وأجيال تحكوا على هذه الأسطورة هذه. يعني تم تجديد ديال هاد الغابة هادي، راه كنتكلم هنا ولكن يعني مبرز باش نكونوا صريحين، يعني كتكلم ومبرز، يعني ما كتعرفش مثلا الدنيا خاوية هنا، ولكن المهم كنتمنوا السلامة للجميع. كنا كنتكلموا على هاد الأسطورة ديال سنديباد، أساطير تقالت في هاد نظم شعر تنظم في هاد هذه الاسطوره ديال سنديباد، والبيضاويين كيتذكروا بشكل كبير هذه الغابه ديال سنديباد اللي كبروا فيها اجيال واجيال واجيال، وكانوا والدينا الله يرحمهم واللي باقي حي الله يطول في عمره كانوا كيجيبونا لهذه الغابه هذه. تم التجديد ديال هذه الغابه هذه بواحد المواصفات نوعا ما، ما غاديش نقولوا بان مواصفات عالميه ولكن مواصفات اللي لا باس بها. فهاد التمثال اللي واقف الان امامنا اللي كيرمز لسنديباد البحري وياسمينة، لاحظوا ياسمينة هي شكون اللي كيتذكر هاد الغابة دي، وشكون اللي فات ليه انه عاش واحد الطفولة هنايا، شكون اللي فات ليه عاش الطفولة ديالو هنايا او كان هنا وربما الان راه كيعيش في ديار المهجر او لا في شي مدينه اخرى وعاش الطفوله ديالو هنا، جا لعب هنا في هاد الصغر ديالو في هاد المنطقه هادي في هاد الغابه ديال سنديباد. يعني هاد الوقفه اللي واقفه التمثال صراحه وقفه زوينه بزاف، رغم انه باش من راه كنهضر معاكم وكنتلفت انا كنقول لكم هنا الدنيا خاويه فارغه تماما، لاحظوا معايا الدنيا فارغه، هانتوما كاين والو، كاين الخلا، كاين هاد البارير راهو هنا حدايا الشيخ، وكاين هنا الخلا هاي الغابه، هنا الغابه، يعني ما بحال قلتي ما واخدش راحتك مثلا واقف وكتكلم وكتهضر، ما واخدش راحتك باش نكونوا صريحين، باش الانسان ما كما كنقولوا ما يحاولش انه يدير في هذيك الشجاعه بزاف، لانه الكثره تغلب الشجاعه، ما كنعرفش هنا شنو كاين. المهم غادي نحاول كما قلت لكم اننا هادشي حنا مراكشيين كنعرفوا كازا غير بسنديباد. اي شكرا، تكون معايا جيمس فاندر، جيمس فاندر هذا، شكرا خويا جيمس فاندر، شكرا لانه ماشي اول مره كتفاعل معنا، كنشكروك بزاف على التفاعل ديالك. بالفعل هذا الشيء علاش كندويو اخويا العزيز، قلنا بانه مدينه الدار البيضاء معروفه بشي مناطق كما باقي مناطق المغرب، حتى هي كل مدينه وكما كنقولوا كل حتى زين ما خطاتش الاولى، يعني كل مدينه الحمد لله عندها بصمه ديالها، فمن بين البصمات اللي كاين عند مدينه الدار البيضاء هو هذا التمثال اللي امامنا الان اللي هو سنديباد البحري، اللي كيف ما قلتي خويا العزيز الاغلبيه كيعرفوا مدينه الدار البيضاء بهذا التمثال اللي هو غابه سنديباد اللي اختزنات ذكريات وذكريات وباقا كتختزن ذكريات، وكيما بقاتش عندها باش نكونوا صريحين ما بقاتش عندها ديك الجماليه اللي كانت فيها، كنا كندخلوا لديك كيقولها تلافه، عقلتوا عليها
ملي كتدخل لداخل ما كتبقاش تعرف، ما كتبقاش تعرف من رجعتي، كتدخل لداخل وما كتبقاش تعرف من رجعتي. كان كانت عندها واحد الحلاوه، كنت كتدخل واحد الدجاج لداخل حتى هو، يعني كانت العديد من الامور اللي كانت جميله بزاف. غنعاود نرجع بان لي شي وحدين جايين، غنعاود نرجع شويه غير باش يبقى عندي شي ليسباس باش نهضر، حيت كيف ما قلنا ما كتعرفش شكون اللي صافي. غير شي واحد تيز كنعتذر، ولكن هذه راه الحقيقه. راه شوف، الانسان هو اللي يكون صريح مع نفسه ومع المشاهدين، لانه كيف ما قلنا ما يمكنش انك تاخذ المغامره اكثر، تاخذ الريسك بزاف، كتعرفش الامور شنو كتجيب. نطلبوا السلامه كما قلنا للجميع. كنحاولوا اننا غادي نوريكم واحد، شوف السباط ديال سندباد، شو الحذاء ديال السندباد. هذا الحذاء ديال السندباد. هاو شو الحذاء بالداش. هاو وقف شامخ. وقف شامخ اولا. ما عمرني صراحه، ما عمرني عطيت واحد لي سباس بحال هكا مثلا في سندباد، ولكن دابا من خلال هاد المباشر اللي بغيت نديرو مع الحباب ديالنا شي حوايج انتبهت لهم. بحال دابا نيت هاد القضيه ديال الحذاء حتى هو، وهاد كاين شي تفاصيل ما كتكونش مثلا عطيها شي اهتمام شي اهميه كبيره، ولكن ملي كتجيب كذا الوقت. المتاهه. شكيب خويا، شكيب معطاوي، تحيه ليك خويا. قال لك المتاهه. صح، المتاهه هي هذيك اخويا العزيز، هي هذيك، هي هذيك، تذكرتيها اخويا. هذيك المتاهه كما قلتي كانوا شي العاب كانت زوينه، وكنا كنتمناو انه امتى يوصل ذاك يوم الاحد او السبت. ديك الساعه كانت عندنا حنا، كانت الجمعه الا تذكرتو، كانت الجمعه، كنتجمعوا الاحد على ما اظن، كنتجمعوا الاحد قبل ما يكون السبت الاحد، كانت الجمعه وكان الاحد. يعني حنا كنا كننتظروا داك الاحد بفارغ الصبر باش كيجيبونا الوالدين. ديك الساعه كانت الفلوس في البركه، كان كلشي رخيص. كيجي الانسان داك الحد، مع خطرات كتبدا تجمع مثلا ديك الاسبوع كتجمع باش تجي غابه سندباد، وباش تشري حتى حدا الالعاب، كتحاول انك تشري داكشي اللي كيتباع تما. كان داكشي عاوتاني كان هو، كانت الحلاوه سبحان الله العظيم، كانت الطيبوبه، كانوا بزاف الامور اللي كانت للاسف الشديد. ديال المرايات ثلاثه، اي اخويا جيمس قال لك هي هذيك اللي قلت لك ديال المرايات ثلاثه، وكان جرانديزر. بيكالا اللي كيركبوا فوق الماء. بصح هذيك ديال الماء كانت كيركبوا جوج الناس، كتبقى تبيداري في هذاك الماء، كان حداك داك الوز تما كيعوم. يعني ذكريات جميله بزاف، واخا الله العظيم عشنا واحد الذكريات زوينه بزاف، ولكن للاسف ما عرفناش شنو اللي تغير. بزاف تحويج تغيرات، ولكن المهم كنا ما غاديش ننكرو كما قلنا بانه راه الامور الحمد لله كاينه شي امور اللي تغيرت للاحسن، ولكن كاينه شي امور اللي وليتي كتقول كون غير بقات كيف ما كانت. بحال ديك الطيبوبه اللي كانت، وديك كما كنقولوا ديك الاجواء الحميميه ديال العائلات، وكتلقى الناس مريحه كطيب. وكانت الغابه، في هذه الغابه اللي كنهضروا عليها دابا حنا، اللي الان راه ما تقدرش، يعني ديك الوقت اللي كنتكلموا عليها حنا راه كانت الامور سبحان الله. ملي كتسمع شي جريمه ولا كتسمع شي حاجه كتجيك غريبه، وكتلقى الناس تحكي وتحكى على ديك الجريمه واحد المده طويله. اما دابا الله يستر، دابا راه الجرائم ولات حديت ولا حرج، داكشي بحال كتاكل في بحال كتاكل في الخبز. ايوب بكار،
هاد التمثال فاش كنشوفوه ديك الوقت كنحس بالفرحه. اخويا جيمس بصح، خويا ايوب بكار ايام كارتينغ بصح، خويا العزيز اكرم اكرم اين بلاصه هادي عين ديال هادي خويا، هادي سندباد راه معروفه، كتفوت اخويا انت كتفوت النزاهه، ايا غير كتفوت كتفوت اخويا النزاهه من هنا، ايا الدوره الاولى، ايا الدوره الاولى اللي كاينه هنا هي هادي، ايا اخويا كيف ما قلتي اخويا العزيز هي مزوينه اخويا ايوب بصح بصح خويا ايوب الليله هي مزوينه اخويا، ونطلب الله اخويا يختم لنا خاتمه ديال الخير. هاي هذيك الصوره ديال ياسمينه، هاي هاي ياسمينه، هاي الصوره ديال ياسمينه، وعرفتي شنو دابا غادي نقول لكم بارك عليا، علاش جوج وحدين ديروا لي ياسمينه التليفون، والتليفون التليفون بعدا راه هو اللي باقي مديباني بها ديال الدري ولدي، اما الاخر راه مشى، الاخر راه مشى، هذاك الشيء علاش نحاولوا ان شاء الله اننا هذا الموضوع ان شاء الله نتكلموا عليه بنهار، لانه كما قلت لكم راه والو الدنيا خاويه، كنهضر غير بوحدي وما ما وقتش راحتي، يعني كنهضر ومبرزط يعني مره مره كنتلفش تكون شي حاجه ولا حيت ما يمكنش تاخذ مغامره اكثر وتبقى مثلا ناسي راسك ما تعرفش الامور شنو كاين، يعني مو تكون كما كنقولوا الله اللي حاضر وكتكون على القرص، فكنعتذروا لانه كاين شويه ديال الارتجال، ولكن الامور يعني ما ماشي فهذيك الاريحيه اللي غتاخذ راحتك وتهضر وتتكلم، كون كان معايا غير شي واحد مثلا مونس لي ولا شي حاجه ماشي مشكل، ولكن الانسان غير بوحدو وكما قلنا الحميره كتغلب السبع، اذا كنتمنوا انه بلاتي ايام حموده رقيد يرحمه. بصح بصح خويا فوشي عليا امين، كتب امين كتب امين كات تي بي، فوشي عليا مرحبا مرحبا خويا امين، مرحبا مرحبا خويا مرحبا، راه هادشي اللي بغينا حنا، بغينا نسترجعوا الذكريات اخويا امين بوحدك كيجن، ويا خويا والله العظيم والله الا بوحدك كيجن بالله، علاش كنقول لك انت غادي نعطيك واحد الصوره باش تفهم اخويا العزيز اشنو كاين، انت شوف انت باش تعرف، انت باش نعطيك على الصوره اللي حدايا الان، شوف انا غنحاول، انت شوف راه غابه، انت شوف ها هنا تفوت على كاين الشارع غابه كاين والو، اسمع اسمع سمعتي اسمع الصوره الصوره اسمع، يعني سقي المهم كنتمنى انني نكون عطيتكم واحد واحد الصوره واحد، ورجعتكم رجعتكم شويه للور، رجعتكم الذكريات ديال البيضاويين ديال هذه الاسطوره ديال سندباد البحري، اذا لكن الله يحفظك خويا، شكرا خويا امين بارك الله فيك، عندك سندباد وحديقة الحيوانات باش كانت معروفة كازا انذاك، بصح بصح خويا العزيز بصح بصح بصح، وكنتمناو خويا الذكريات ترجع، كنتمناو هاد الطيبوبة والأخلاق اللي كانت عندنا ترجع، كنتمناو هاد الإجرام اللي كثر عندنا أنه ينقارض عندنا لأنه ماشي طبيعتنا وماشي في الأعراف ديالنا والتقاليد ديالنا وتا الإسلاميات ديالنا، هادشي كله دخيل علينا وغريب على اعراف ديالنا كمسلمين، فكنتمنى ان هذا الشيء هذا ينقرض معنا يا رب العالمين، وغنعاود نذكر خوتي لانه البارح البارح انا وقعت لي كاين وقيله من الاخوان اللي البارح سمعني قلتها، انا وقع لي البارح كنقول لكم انا كنت مع الزوجه ديالي فوق الدراجه الناريه وجوج كانوا غينطفوا للمراه الصاك، وهذاك الصاك ما فيه والو، فيه يعني ديفتر شيكات، فيه دفتر شيكات ديالي وفيه تليفون، هو باش كنصور دابا غير ديال الدري كما قلنا لان الاخر ما كاينش مشى ليا،
الحدود الاحلام مهمه، داك ما ندخلش في هذا الاطار هذا باش نبقى معكم فيه. وفيه لا كارت ديالي وفيه كارت كيشي وفيه فهمتي، يعني تخيل دابا هذاك مشارك مثلا شحال خصك ديال التكرفيس باش تجيب داكشي. يعني اللي بغيت نقول لكم بانه ما عرفتش هاد الشباب اش التفكير ديالهم كيفاش ولا يعني الحبس كي هو كي ريسكي كيقلب الناس كتقلب على المشاكل سبحان الله العظيم. كما قلنا هضرنا على الطيبوبه اللي كانت عندنا والاخلاق اللي كانت عندنا، وكانت الناس كتسنى هاد يوم الاحد بفارغ الصبر باش كتجمع العائلات وباش ما كانوا لا تليفونات لا والو، كانت واحد المهم كنتمنوا داك الزمن الجميل يرجع وحق الله العظيم. خديجه اختي ورد البال راسك خويا دابا هادشي اللي كاين اختي اش قلت لك. المهم انا غادي نمشي والله العظيم الا مبرزت كنهضر معاكم وما واخدش راحتي لان انتم لاحظوا والله الا بوحدي والو راه بوحدي انتم الشيخ ديالي بوحدي كنضو. المهم هادشي كله الحمد لله باش نحاولوا ان نرجعوا بكم للذكريات ان شاء الله. ما بقى لي نودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. اخوكم مصطفى القرناوي من طاقم شفت يحييكم. قبل ما نشوف بعدا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل اخاه لا يدري فيما قتله بصح، يعني كيولي يقتلو ما عرفش علاش قتلو بصح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. امين خويا ما يخاف والو سيفطلو جون جون اهديه سيفطلو جون اهديه الله يحفظك نكون يا ربي من اختي خديجه يا ربي من شكرا لك بزاف. شكيب معطاوي سير اخويا لمحلك تحياتي خويا شكرا خويا شكيب اخويا راه العمل ديالنا خويا راه عندي خدمه الليل اخويا خدمه الليل راه مو ضروري خاصك فهمتي تخدم وخاصك المهم تحاول انك تبحث على شي حوايج اللي ربما الناس واخا راه كما قلنا بعض المواضيع بحال بعض الناس ما كتعمر تسلم راسهم كيقلبوا على بعض الحوايج اللي والله يهدي كل واحد شي حوايج اللي اما حنا دابا حنا الان بغينا نحاولوا نرجعوا واحد الذاكره نرجعوا شويه للوراء ونتكلموا على هاد الاسطوره اللي كانت الزمن الجميل هذا كنحسبوه حنا زمن جميل. اذا بقى لي نودعكم على امل اللقاء بكم. الجنين ديالي حاضيك وراه داك الجنين عندك هو اللي غيدير لي التليفون. يلاه السلام عليكم السلام عليكم كنبغيكم بزاف سلام سلامه.